الكلاب النفع. كيف كان نبينا وسيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على حماية جناب التوحيد، بحيث أنه لا يسمح لأي بدعة أن تتخلل وأن تدخل على المسلمين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على العقيدة ويحذر من أن يستحدثوا بدعة أو أن يقبلوا بدعة تأتي إليهم من عقائد أخرى؟ نحن اليوم مع أمسك الخشب نتكلم فيها عن عدد من الاعتقادات الخاطئة عند الناس. يسعدني والله أن تبقوا معنا. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. أيها الأحبة الكرام، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على حماية جناب التوحيد، وحريصا على ألا يفتح للناس الباب ليخترعوا أشياء ينسبوها إلى الدين ويلصقوها فيه، حتى لا يكون الدين بعد مرور زمن مجموعة من ما أنزل الله تعالى وأقره جل وعلا، ومضافا إليه مجموعة مما زاده الناس من اعتقاداتهم وما استحسنوه من أفعالهم وما اخترعوه أيضا من أقوالهم أو أفعالهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقفل الباب تماما أمام كل واحد يستحسن شيئا وينسبه إلى الدين. لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه وكانوا قادمين راجعين من سفر، فمروا بقوم عندهم شجرة ذات أنواط. ما معنى أنواط؟ علامات، أغصان، لها أغصان. وإذا القوم أولئك كانوا قوم من المشركين، وإذا هم قد علقوا في هذه الشجرة سيوفهم رجاء البركة، يعني هم يعتقدون، كان الناس في الجاهلية يعتقدون أن هذا القبر نافع، أن هذا الحجر نافع، أن الشجرة هذه تضرنا وتنفعنا، أني لما آتي عند هذا الحجر وأتمسح عليه أنه يزول مرضي، هكذا اعتقادات خاطئة. فمر الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام بقوم من المشركين يتعبدون لشجرة وقد علقوا فيها سيوفهم، ويعتقدون في داخلهم أن سيوفنا إذا التصقت بالشجرة أنها تصبح أكثر مضاء وأكثر قوة وأكثر تصويبا عند القتال، يعتقدون كذا، يعتقدون أنهم ينتصرون. ففي أثناء نظرهم إليها قال أحد الصحابة: يا رسول الله. قال: نعم. قال: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني يا رسول الله، مثل ما هم عندهم شجرة معلقين عليها سيوفهم، نريد شجرة بعد نعلق سيوفنا حتى تتبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من ذلك، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من أن الإنسان يستحسن أشياء. احنا مشكلتنا اليوم أن بعض الناس يبدأ يستحسن أشياء من عنده، يقول لك مثلا: أنا أرى أنك إذا وضعت تمرة بجانب الطعام أنه لا تصيبه الحشرات. هذا موجود الاعتقاد عند بعض الناس. طيب، هل عندك دليل من الواقع أن التمرة لها رائحة تبعد الحشرات؟ قال لك: لا، إنما أنا أعتقد هكذا. لو فتح للناس المجال، كل واحد اعتقاده يبدأ يمشيه على الناس، لما يعني بقي في الدين شيء إلا وقد خالطته البدعة. أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما قال: يا رسول الله، إني قد نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، موضع قريب من المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، يعني تضرب مشوار بوانة لأجل تنحر إبل هناك تذبحها بعدين ترجع باللحم؟ فقال له: هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ ذاك المكان كنتم أيام الجاهلية تحتفلون وترون أنه مكان يعني مبارك ولا فيه جن وكذا، هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا يا رسول الله. قال: هل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عدد من الأسئلة بدقة ليتأكد إيش اعتقادك في المكان. قال: لا يا رسول الله، ما أعتقد شيء، لكن أريد أني أذبح إبلي هناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فافعل، ما دام أنك ما تعتقد شيئا افعل، لكن لو جاء إنسان وقال: أنا والله يا أخي أعتقد أني إذا فرقعت أصابعي 5 مرات يوميا أنني يسلم الله ولدي الغائب ما يصيب الشيء، هل هذا يجوز؟ لا. قال واحد: أنا والله أعتقد أني إذا شربت نصف الماء وتركت نصف الثاني لمدة نصف ساعة ثم شربته أنني أوفق أنا وزوجتي ما يصير بيننا مشاكل، يجوز؟ لا يجوز. ما يجوز. نقول لا تطلع بدع
علينا لو كل واحد يا جماعة لو فتح المجال في الإسلام لأجل أن الناس يستحدثون أشياء ويخترعونها لالتبست الأمور واضطرب الدين بعضه ببعض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقفل الباب وقال والله تعالى أقفل الباب، اليوم أكملت لكم دينكم، ممنوع أي واحد يخترع شيء، أي واحد يأتي بشيء، خلاص أعرض على الكتاب والسنة. مثل ما قال السلف يقولون إنما السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا رأى واحد من الصحابة في يده حلقة من صفر، زين، حلقة من حديد أو نحاس أصفر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ لو قال الرجل يعني يا رسول الله هذا أنا مثلا أستعمله لأجل مثلا أني أفتح به باب بيتي لأجل، سكت والله يحتاج هذا مثل مفتاح صاير، لكن قال ما هذا؟ قال يا رسول الله من الواهنة، الواهنة يعني من الحمى وقيل من العين، أنا ألبسها يا رسول الله حتى ما تصيبني العين، من الواهنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ما تزيدك إلا مرض، اعتقادك بحديد ما تزيد، لا تزيدك إلا وهنا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، انزعها. جاء الصحابي ونزعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. فلا يجوز الإنسان يبدأ يعتقد أنا والله أعلق شعره لأجل كذا، أنا أعلق خيوط معينة حتى ما يصيبني كذا. حتى الأشياء اللي كانت في الجاهلية كان النبي عليه الصلاة والسلام يحطمها، لما توفي إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام قال وخسفت الشمس في ذلك اليوم، توفي الغلام وخسفت الشمس، فقال الناس خسفت الشمس لأجل إبراهيم، عشان موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم الشمس خسفت. إيش معنى خسفت؟ يعني جاء القمر حال بينهم، يعني صارت مظلمة فذهب ضوءها. هذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كذاب في دعوته كان هذه فرصة لأجل يطلع نفسه أكثر عند الناس، صح؟ كان يقول ماذا؟ كان يقول صحيح كسفت الشمس لأجل ولدي، شوف كيف الله يحبني، هذه فرصة. لو كان عليه الصلاة والسلام كذابا وحاشاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ما اتركوا الاعتقادات هذه إن إذا مات عظيم كسفت الشمس، إذا ولد عظيم كسف القمر، لا، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله، هذه تتعبد الله، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الذكر والصلاة. كان عليه الصلاة والسلام فعلا يعني يغلق الأبواب ضد ذلك. طبعا قد يسأل سؤال يقول طيب يا شيخ، الآن الناس عندهم عدد من الاعتقادات، اعتقادات في دفع العين، اعتقادات تتعلق بالجن، وترى بالمناسبة الاعتقادات أيها الإخوة الكرام وأيها الإخوة والأخوات المشاهدين معنا ليست خاصة فقط ترى بالعرب، ليست خاصة بأمة الإسلام، كل الملل عندهم أنواع من الاعتقادات، حتى الملل غير السماوية يعني غير اليهودية والإسلام والمسيحية النصرانية، لو ذهبت إلى الهندوس تجد عندهم اعتقادات غريبة دينهم نفسه لا يقرها مع أن دينهم باطل بلا شك، لو ذهبت إلى الهندوس إلى البوذيين إلى عقيدة الكونفوشيوسية التي في الصين، كل هؤلاء عندهم اعتقادات دخيلة لا يزالون يخترعونها. طبعا كيف دخلت الاعتقادات؟ دخلت الاعتقادات بسبب اختلاط أمة الإسلام بالأمم الأخرى. يأتيك واحد بوذي ويدخل في الإسلام، دخل في الإسلام صار عنده 95% إسلام و5% آثار مما كان عنده، يبدأ أحيانا لجهله يدخلها في الإسلام يعتقدها ثم يبدأ الناس يتعلمون منه. واحد هندوسي دخل في الإسلام لما أسلم المجوس الفرس قديما، دخلوا في الإسلام لما أسلم الروم، بدأوا يدخلون في الإسلام وأدخلوا بعض العقائد التي فيها العادات يستخدمونها وكذلك عاداتهم اللي كانت تنتشر عندهم. هاي عبد العزيز، الآن إذا بغينا نضع ضابط للإخوة والأخوات نقول الأصل عدم الاعتقاد، صح؟ إلا إذا ورد دليل معين. الأصل عدم البركة مثلا في البقاع والأحجار والأشجار إلا إذا ورد دليل آية أو حديث إن هذا الشيء مبارك. أحسنت، وهذا الصحيح، أن لا يعتقد الإنسان في ماء معين أنه مبارك إلا إذا جاء نص شرعي إن هذا الماء مبارك، لا يعتقد الإنسان في شجرة معينة في شراب معين أن فيه بركة، أنا ممكن أعتقد أن فيه نفع طبي لي، الطبيب جاء وسوى فحوصات قال هذا فيه نسبة كالسيوم ونسبة صوديوم وهذا يفيد الكبد ولا يفيد العظام ولا كذا، تجربة أقول نعم بالتجربة عرفه الطبيب خلاص، لكن الاعتقادات التي غير منبنية على شيء حسي الغيبية أمامي الأشياء الغيبية هذه لابد لا تأتي إلا بنص شرعي. معنى عدد حقيقة من الاعتقادات التي عند الناس
سنذكرها لكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. إن الجميع مسافرون، إن الجميع مهما حسنت نية هذا الإنسان الذي اخترع شيئا في الدين يبقى أن فعله خطأ. ذكروا أن أحد الناس كان يؤلف أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في فضل سورة البقرة، وقال كذا في فضل سورة آل عمران، وقال كذا ويؤلف، وقال كذا في فضل صلاة ركعتين كذا. فجاء واحد قال يا أخي أنت تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا أخي لا والله أنا لا أكذب عليه، أنا أكذب له، أنا لا أكذب عليه، أنا أكذب له، يعني أنا كثر خيري يا أخي أني أخلي الناس يقرؤون قرآن، أألف أحاديث في فضل القرآن حتى يقرؤون قرآن، كثر خيري أني أنا خليت الناس يحرصون على صلاة الفجر لأني ألفت 10 أحاديث في فضل صلاة الفجر، كثر خير. نقول يا أخي في الصحيح غنية عن الضعيف، تقعد تخترع عندنا. فبعض الناس ترى أحيانا نية الصالحة، يعني ممكن أم تأتي الولد تقول شوف يا ولدي ترى أنت إذا قرأت قل الله أحد 15 مرة يخلق الله تعالى يا ولدي من كل حرف طائر يطير في الجنة يسبح لك لين تموت. قلنا للأم طيب الله يجزيك خير، أنت من وين جبتي هالكلام؟ قالت والله يا أخي لا كذا ألفته عشان أحرصه يقرأ القرآن. وبشرك يا شيخ من يوم قلت له هالكلام يقرأ القرآن دائما. نقول النية الصالحة إيه النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، إذا كانت النية صالحة والعمل فاسد لا تصلحه. كما قال بنى مسجدا لله من غير حله فكان بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد عرضها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. واحد يسرق عشان يتصدق ولا عشان يبني مسجد. فتبقى المسألة أنها محرمة. الاعتقادات اللي موجودة عند الناس اليوم متنوعة، من ضمن الاعتقادات الاعتقاد في الأبراج، أنت برجك الأسد ولا برجك الدلو ولا برجك العذراء ولا برجك الكبش ولا كذا، ويعتقد أن الذي برجه الشيء الفلاني أنه خلال هذا الأسبوع سيصاب بفرح أو يصاب بحزن ولا غير ذلك. والمشكلة أن الناس كانوا في السابق ينظرون في هذه الأبراج عبر المجلات ولا لا؟ صحيح. الأسبوعية، الآن أصبح الأمر أسهل وأهون، وصاروا من خلال قنوات من خلال الإنترنت، وبدأ يدخل كل يوم على موقع في الانترنت وشوف حظك اليوم، ها وش حظي أنا برج الأسد ولا الدلو ولا ها إيش حظي؟ قال والله أنت حظك اليوم أنك ستقابل رجلا تحبه، وستقابل امرأة تتهاوش أنت وياها، وستقابل سيارة تصدمك، ويبدأ يبني قراراته في يومه، يعني ويعتقد فعلا أن أولئك يعلمون الغيب، أو يتصل على برنامج حين. أو يتصل ربما على البرنامج أيضا يسألهم عن شيء من ذلك. هذا كله اعتقادات أو حاضر. مقدار الحب اللي تقول ارسل اسمك واسم زوجتك ويطلع مقدار حبكم. أحسنتي والله يا أخي، هذه مرة يعني حدثت عنها، ترسل اسمك واسم زوجتك ولا اسم صديقتك بعد، إن شاء الله ما عندك إن شاء الله لا لا عاقل أنا صديقتك أمك وخواتك بس هم صديقاتك، فترسل اسمك واسمها ويعلمونك كم مقدار الحب بينكم. والله الحب بينكم 60%، وحاطين صورة قلب، القلب يمتلي ولا ما يمتلي؟ يستهبل. طيب بالله وما أدراهم هم عن هذا؟ كذابين. حتى لو واحد أرسل اسمه واسم واحد يكره والله 100%، وحطوا أنهم يحبون بعض. حطوا أنهم يحبون بعض يمكن بعد محبة كره، يعني هذه بشوف بس هذه مشكلة حقيقة، ويدلك على أنهم فعلا يعني يأكلون أموال الناس بالباطل. والقضية على من الذي يعتقد صدقهم، يعني
الكلام الآن اللوم ليس عليهم فقط، اللوم على يعني السفيه الذي يرسل إليهم ويتجاوب معهم، هذا طبعا لا يجوز. ومن اعتقد أن أحدا يعلم الغيب فقد أنزل صفات الله تعالى الخالق أنزلها على المخلوق، وهو بذلك يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن الله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول الله سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، أبد ما يظهر على غيبه أحدا. ثم يأتي واحد يقول إلا والله جنبنا واحد يعلم الغيب يا أخي، وهناك واحد يعلم ما سيكون، كل هذا أمر باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. آية ناصرة في اللوالي الأخيرة طبعا في شيء قديم دام الناس تعرفه وماشين عليه العالم، وفي شيء لسه جديد. قبل فترة كانت تجيني شو اسمه رسالة مثلا اختار من رقم 1 إلى 10 وشوف حظك في نهاية شهر 5 وشهر 7 وشهر 9 فتكتب يقول تحصل وظيفة جديدة، بتطاق انت وصديقك، بتسحب سيارتك، بتنحجز. فهذه اللي منتشرة. في اللي قبل الثانية اللي هي حقة الفنجان أو غات الفنجان. دعني أعلق على هذا. طبعا بالمناسبة يوجد في بعض الدول، وإن كانت الحمد لله المملكة ليست منها، تعرف الآن أنت عبر الجوال ممكن تشترك في بعض الخدمات. يعني أنت مثلا مريض بالسكر تشترك في رقم معين يرسلك كل يوم فائدة تتعلق بمرض السكر أو برنامج غذائي معين. واحد فرضا يحب التفسير يشترك في قناة في الجوال تتعلق بالتفسير، تجد أن كل يوم يقول مثلا تفسير قوله تعالى كذا، فائدة في التفسير. عندهم أشياء تتعلق بالتنجيم ومعرفة الغيب، ترسل على رقم معين وتقول إذا كان برجك الكبش فأدخل 6 مثلا 5، إذا كان برجك الدلو أدخل كذا وكذا، فيرسل ويبدأ أولئك يرسلون إليه في كل يوم حظه اليوم استنزاف أموال. وكذلك يعني وغير معقول طبعا أن يكون كل أصحاب برج الكبش ولا كل أصحاب برج، يعني الغني هذا صاحب برج الكبش وفقير ضعيف برجه برج الكبش وحدثهم في اليوم نفسه واحد، غير معقول. كان كلهم تجار وكلهم فقراء. كان كلهم يا تجار يا فقراء، لأن كل يوم يرسلون على من كان رمزه الكبش، يرسلون كل يوم نفس الرسالة عليه. وهل معقول أن يكون تقدير الله تعالى لهذا الغني وعنده 10 أطفال وعنده مثلا كذا من الزوجات وعنده كذا من الموظفين، تقديره في طريقة حياته اليوم التي سيسير عليها مثل تقدير يعني برج الكبش لشاب يدرس في سادس ابتدائي ويمكن ما يملك إلا قيمة الفسحة؟ هذا بلا شك. لذلك هم يستنزفون الأموال، ولا يجوز، وأنا أقول لإخوتي وأخواتي لا يجوز أن يشترك في مثل هذه، هذه كلها من الدعاء من الغيب المحرم الإنسان يتعاطى. طبعا الإنسان إذا اعتقد في أحد أنه يعلم الغيب هذا لا يجوز. كذلك فيما يتعلق بهذه الأرقام اللي سألت عنها يا ناصر، يعني تنتشر هذه أحيانا ووصلتني مرارا، يقول شوف حظك اليوم اختر من 1 إلى 10، فقم أنا وأرسل والله 4، قال ستبيت وأنت جائع، أو اليوم بيحصل لك حادث سيارتك، أو لا تخرج اليوم ترى سيأتيك كذا. الناس في البداية يعملونها بنوع من ربما التلاعب والاستهبال وكذا، لكنهم بعد فترة ربما بدأ يقر في أنفسهم شيء من التصديق، لأن هذا ضرب بالغيب، هذا توقع للغيب، صدفة تجي وما يجوز. وقد تأتي مصادفة تصح ومرة ثانية تصح، ثم بعدين يعتقد فعلا أن يمكن أن أعلم الغيب عبر هذه الطرق. لذلك إقفال الباب في هذا، إقفال الباب هو الصحيح. في الدول العربية لحظة منتشر اللي قرأت في الفنجان بعد ما يشرب القهوة ويقلبه من يعرف، ثم هذا يقول لا أنت اليوم بيجيك شيء 1000 ريال مثلا، ولا أنك عندك بيجيك تذكرة مجانا رحلة في الصيف، بتجيك رحلة العمرة، بتحج أنت السنة الجاية أنت والوالدة، فتعليقك عليه. طبعا هذا كله أيضا لا يعلم الغيب إلا الله، وفي أحيان كثيرة هؤلاء يعني يتكلمون بكلام أنت لا تستطيع أن تقول له صادق ولا كاذب، لا تستطيع. يعني مرة أنا سمعت أحد هؤلاء اللي يقرؤون، مرة كنا في أحد الدول العربية فخرجنا من مطعم إلا فيه عجوز ماسكت لها واحد طالع من المطعم بتقرأ له الكف، فوقفت أسمع أنا شوي، فكانت تقول له أنت بعد سنة سيحصل لك كذا، وخلال سنتين وخلال بعد 5 سنوات بالضبط، وكلها أشياء مفرحة تقول له. طيب هل يستطيع أن يقول لها كذبتي أو صدقتي؟ لا، لأنه هي تعطيه غيب هو ما يدري. لو قالت له أنت قبل سنة وقع لك كذا لكان يستطيع يقول كذبتي. أنا لو أقول لك يا ناصر شوف يا ناصر بعد 3 أيام
بيأتيك هدية 50,000. قد تقول لي أنت والله يا شيخ ما أظن 50,000، أنا لا قدمت على وظيفة معينة ولا في كل أصدقائي كلهم ناس كحيانين زي فقراء لا يمكن يأتيني منهم هدايا، وبعدين ما أظن يا شيخ يعني يأتي هدية ما أظن. فأقول لك طيب هل تجزم أنه لن يأتيك؟ تقول ما أستطيع أني أجزم. الله يسمع منك. الله يسمع منك. زين أنا لا أدري، لكن ربما، فما دام أن أمر غيب لم يقع لا تستطيع أن تقول لي صحيح أو كذب، لكن كذلك يفعل هؤلاء الذين يتنبؤون بالغيب، هم يعني يعطونك أشياء غيبية قادمة أنت ما تستطيع أنك تجزم بها. معنى عدد من الاعتقادات الخاطئة، إحنا اليوم أشياء في دفع العين مثل يقولك حتى تذهب عنك العين أمسك الخشب، وهو عنوان حلقتنا أو غيره، لكن وقت الحلقة ضاق عنه بإذن الله نكمله في حلقة قادمة. أشكر لكم تواصلكم معنا أيها الأحبة. المقطع الذي نبثه في آخر كل حلقة في إعلام جديد نبث إليكم مقطعنا اليوم نعلق عليه ثم نعود إليكم بإذن الله. فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. شوف أنا المجنون، أنت ما أدري ما لك شايف، أنت مجنون، أنت مجنون، أنت مجنون، لما تمشي مجنون. في دروب الحياة تسير القطاف في دجى الحيرة، وتقضي الزمان بغير اعتبار. حياتنا رحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون. نعم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من راع يسترعيه الله رعية يموت وهو يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، سواء كان سرعاه رعية كأن يكون أبا وسرعاه الله تعالى على زوجه وأبنائه، أو أن يكون حاكما أو أميرا أو مديرا لمدرسة أو جامعة أو كذا، كل هؤلاء مسؤولون. وبلا شك حقيقة أن الذي يعني يكون مسؤول عن إحضار أطفاله من مدرسة أو ما شابه ذلك هو المسؤول يا أخي عن أن يحفظهم، يعني وهم أمانة بين يديه، وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. هاي ناس أحيانا يكون الطفل سبحان الله يعني في حركة زايدة، في حركة زايدة، فأنت تلاحي هذا ولا هذا فتلقى بالغصب يعني يطلع. أنت عاد احرص عليهم يا أخي، أما واحد يبدأ ينشغل بهاتف ولا يبدأ يسولف مع الناس وأطفاله على الحال هذا ما يجوز. وكذلك لو واحد فرضا قال لك يا أخي أنا سيارتنا كبيرة وأنا الوحيد اللي أسوق عند أهلي وسقت وصدمت بهم ومات اثنين، نقول هذا ليس عذرا يا أخي، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، ما تستطيع تجيب إخوانك من المدرسة من البداية اعتذر قول يا جماعة ترى بيصدمون، ما تستطيع أنك تسوق السيارة الكبيرة آمنا على من معك من البداية يا أخي لا تسوق السيارة، اختصرها من البداية، لا تدخل نفسك في يعني لا تكلف نفسك ما لا تطيق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يذل أحدكم نفسه، قالوا كيف؟ قال يكلف نفسه ما لا يطيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله يحفظكم يا شباب. أنتم أيضا أشكركم أيها الأحبة. بقي معنا عدد كبير حقيقة من الاعتقادات الخاطئة عند الناس، يعني بعضها منتشر في بعض البلدان دون بعض، نخرج إن شاء الله تعالى في فسحة بين حلقات، نعود إليكم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى نكمل هذا الموضوع. يسعدني أن نراكم قريبا بإذن الله. السلام عليكم. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، دليلنا قرآننا فيه